السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي متابعي قناة ماما نونا ترند. تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غريب القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة وتقوم بإجراء عمليات منذ أكثر من عام، وحسب ما تداول تسببت في قتل أحد المواطنين، ووزارة الصحة تنفي الخبر. أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.